استنى بص الناس مره كل اسبوع الصبح مره كل اسبوع والله تشوفوا يا جماعه مش عاجبكم وين بدنا نمشي على الكلام جابوا شيء مره واحد النتيجه الاخيره لازم انا اثنين ثلاثه جابوا كيف تشوفوا انا صرت صغير انا بدي اشوف شكون الداخل شويه ما تفرش تشوفوا بصنا انا بدي اشوف شكون سلام زلات ديالي كي داير لاباس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كما ديما على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله كما وعدتكم ان شاء الله غنبقى نحط لكم وصفات اللي خاصه بالوجه وبالشعر بتقصف الشعر كما قلت لكم شعري ولا ناشف ليا بزاف 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 البنات في هاد فتره الحمل والولاده والصيف يعني تخلطات وشعري ما بقى فيه ما يتشاف واليوم ان شاء الله غندير واحد الوصفه لي من المحبين ديالها انا كتعجبني لانك كتعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه وحبيت انني نشاركها معكم. مكونات تاعها بساطين وفي المتناول ديالكم كتعرفوا دائما انني كنجيب لكم وصفات ومكونات في المتناول الجميع وممكن اننا نعطيكم شي مكونات وفي نفس الوقت نعطيكم البديل ديالها وعلى بركه الله نقول لكم المكونات. البنات انا غناخذ واحد الكاسروله غادي نوضع فيها هنايا تقريبا هنا جوج معالق من زريعه الكتان غنوضعوها هنايا وغادي نضيف كاس من الماء غنخليهم يغلاو تماما حتى داك زريعه الكتان ديالنا تطلق هذيك السائل ورجع لكم. البنات غتكونوا موجدين واحد الشباك مسبقا وتخويه مباشره البنات باش ما يعذبكمش راه ما غادي يعذبكم والو سمحوا لي حيت البخار راه طلع كما كتشوفوا راه ما كيعذب ما والو البنات يعني كاع داك الجيل كيهبط شتيوه ما غاديش تعذبوني نهائي. زين عندي ثاني مكون وبالنسبه لي انا اهم مكون ولكن الا ما كانش عندكم غنعطيكم البديل ديالو. عندي هنا كريم نواد كوكو كريم نواد كوكو مش حليب البنات الحليب توا زوين الا تحصلتوا على الحليب يكون توا افضل ولكن الا لقيتوا الكريم غيكون افضل بكثير البنات الكريم لانه كيكون غني بالدهون ديالو. ثالث مكون البنات انا عندي عندي هذا الكريم هذا اللي كيكون كتستعمليه من وراء الشابون ديالك ومن وراء الحمام يعني كتخرجي مني كتخرجي من الدوش تاعك كتستعملي هذا الكريم هذا كيعطي واحد اللمعه للشعر ديالكم وكيرطبو ما كيخليش البنات متقصف. الا كان عندكم هذا الكريم ولا كان عندكم هذا الكريم البنات هذا الماسك هذا اللي كتستعملو في الحمام ديالكم من وراء الشامبو اللي لقيتو الماركه مش ضروري الماركه البنات مش ضروري هاد الماركه هادي اي ماركه اللي نتوما متعودين تستعملوها للشعر ديالكم وكتعجبكم. بالنسبه لي انا عندي هاد غارني الا كانت عندكم ما كانش عندكم البنات استعملوا اي كريم اللي نتوما مولفين انكم كتستعملوه في الشعر ديالكم واحد منه اما هاد الكريم البنات واما هذا حنا غناخذوا منه ملعقه كبيره اللي متوفر عندكم واحد منه ما غنستعملوش بجوج غنستعملو واحد. الا كان عندكم هاد الكريم غتستعملو منه ملعقه والا كان عندكم هاد الكريم ها او ماسك تاع الشعر غتستعملو منه ملعقه. رابع مكون او ثالث رابع مكون هو زيت الخروع ضروري البنات في هاد الوصفه لاننا حنا باغيين نعطيو لمعه الشعر ديالنا ونحيدوا داك التقصف وفي نفس الوقت اننا نزيدوا في الطول تاعو نزيدوا في الكثافه ديالو ومعروف على زيت الخروع انه كيعطي الطول في الشعر وكيعطي الكثافه للشعر كما شفتوا في الفيديوهات السابقه ديالي انا الشعر تاعي كان متضرر بكثره البنات والناس اللي كانوا كيتبعوني وعارفين الشعر تاعي انه تضرر بالصباغه انه ما كانش قوي نهائيا ودابا الحمد لله كتشوفوا الكثافه ديالو يعني الحمد لله انه ولا قوي ورجع هذيك الكثافه اللي كانت فيه ومازال انني ما بقيتش كنتهلا فيه كما كنقولوا. خامس مكون البنات وهو زيت اللوز. زيت اللوز البنات زيت اللوز كان عندكم زيت اللوز من الاحسن ما كانش عندكم استعملوا زيت الزيتون زيت جوز الهند مهم اي زيت اللي نتوما
متوفر عندكم في المنزل وكيعجبكم، ممكن انكم تضيفوه في مكان زيت اللوز. هادو هما المكونات البنات اللي حنا محتاجينها. بالنسبة البنات اللي كريم جوز الهند، الى ما كانش البنات متوفر عندكم ممكن انكم تستعملوا زبدة الشيا اذا كانت متوفرة، الى ما كانتش متوفرة ممكن انكم تستعملوا اي زبدة للدهن اللي احنا كنستعملوها البنات في المطبخ، الزبدة اللي خاصة بالطبخ البنات او اللي كناكلو ممكن انكم تستعملوها كبديل كريم جوز الهند. وعلى بركة الله نبداو المكونات ديالنا كيفاش غنستعملوها. هنا كما شفتوا انني عندي كريم جوز جيل زرعة الكتان البنات، هيا احنا استخلصناها. غادي نضيف ملعقه او ملعقتين على حسب الطول والكثافة الشعر ديالكم. هنا بالنسبه لي نستعمل ملعقه كبيره من زيت الخروع، وغادي نضيف ملعقتين من زيت اللوز بهذا الشكل. بالنسبه لي انا ما بقاش عندي هذا الكريم خوا، يعني هادشي اللي فيه غادي نضيفه، وغادي نزيد بعد من الكريم الاخر. غادي نشوف تقريبا هنا البنات عندي واحد نصف ملعقه كما كتشوفوا، وغادي نزيد نكمل المهم غناخدو ملعقه. غناخد واحد ملعقه اللي هي تكون نظيفه، وغناخد بها هذا الكريم ديال جوز الهند، وغادي نضيفو من الكريم جوز الهند على حسب البنات. انا غندير تقريبا هنا 4 أو 5 ملاعق. هذا الشكل، وغنخلطوا هاد المكونات. انا من محبين البنات هاد الوصفه هادي، جربوها وما غاديش تندموا، بالعكس غادي تشكروني عليها، لان فعلا كترطب الشعر حتى الطيب اللي هو خيالي البنات خيالي، وغادي تعجبكم وما غتستغناوش على هاد الوصفه هادي، ما غاديش تستغناو عليها بتاتا البنات، وانا متاكده من هاد الشيء. مهم هذا هي الخلطه ديالنا على هاد الشكل. دابا غادي نطبقوها كما ديما معكم، وغادي تشوفوها كيفاش انا كنستعملها للشعر تاعي. وعلى بركه الله البنات غنشدو شعرنا وغنفرقو هكا على جوج باش كيسهل علينا اننا نستعملو اي وصفة، ضروري يكون الشعر نظيف. حيدو جميع الا كان عندكم شي شعركم تخبال ولا هكايا، نسرحوه مزيان باش ما يعذبناش هكا، نحاولو اننا نجمعوا هاد الطرف هاد الاطراف هادو، ونبداو نخدمو بالواحد بالواحد. نبداو على بركة الله نطبقو الوصفة. البنات ما كاينش ما احسن من الايادي انكم ديروا او تستعملوا شي قنينة اللي فارغة ديال شامبون عندكم ولا شي كريم ولا اي قنينة. ونبداو البنات نطبقو هاد الوصفة، هادي راه مغذية للشعر، كتزيد من الطول تاعو، وحتى كتحيد لكم هذاك التقصف اللي كتكون في الشعر ديالكم، وكتعطي واحد اللمعه اللي رائعه. ما تنساوش البنات الاطراف 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 هما الاطراف، هما المساكين اللي كياكلوه اللي كياكلوا الطق. نحيدو عندنا شويه العجز البنات، ونتهلاو شويه في راسنا
نلبسوا الشعر مزيان، بالاخص انا شعري شويه ناشف البنات، يعني خاصني ضروري انني نلبس الشعر مزيان كما هكا كما كتشوفوا. ندير واحد مساج اللي هو خفيف على الشعر ديالكم بهذه الطريقه، وناخدو خصلة أخرى بهذا الشكل، والباقي نجمعوه باش ما يعذبناش. استعملوا الوصفة البنات مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوع، وغادي تشوفوا كيرجع لكم الشعر ديالكم. المهم البنات انا غنكمل الشعر تاعي كامل باش ما نطولش عليكم ونرجع لكم. هنا البنات بعد ما لبست الشعر كامل، دابا البنات غادي نجمعو وغادي ندير له واحد البلاستيكه. المده البنات بالنسبه للمده كيبقى اختياري عندكم، الا كان شعركم البنات اللي هو رطب ماشي متضرر بزاف خليه واحد تقريبا واحد ساعه ونصف، والا كان شعركم متضرر بزاف 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 من الاطراف ديالو كما انا، لان الاطراف تاعي يعني تهلكوا تهلكوا تهلكوا، غادي نخليهم تقريبا واحد جوج سوايع او جوج سوايع ونصف، ما عنده حتى ضرر على الشعر ديالنا، بالعكس غادي نخليه تقريبا جوج سوايع ونصف، وارجع لكم ان شاء الله بعد ما نعمل الدوش تاعي وتشوفوا النتيجه الاخيره. ولكن ضروري انكم تغطيو بواحد البلاستيك، بلاستيك البنات اللي يكون باش يخلي لكم هذيك الرطوبه على الشعر ديالكم، ونتلاقاو من بعد. وهذه هي النتيجه الاخيره البنات، نتمنى انها تنال الرضا ديالكم كما كتشوفوا. راني دريتها عملت له غير باتشانت ما كتشوفوا من الداخل، انا شويه متدرج انتما كتشوفوا. نتمنى ان النتيجه تعجبكم. انتما البنات ما كيبقى لا تقصوا في حتى شي حاجه، الشعر كيولي مسبسب وحتى كيولي قوي، لاننا درنا فيه بزاف المكونات اللي كتقوي الشعر البنات. بقاو تستعملوا هذه الوصفه لانها فعلا فعلا غزاله البنات، غزاله وكتستحق انكم تجربوها. انا بالنسبه لي البنات راه شعري متضرر ليا بزاف البنات، هنا هنا من الاطراف، وها انتم كتشوفوا انهم ما بقى لا تقصف لا حتى شي حاجه. هاد الوصفه البنات وبالاخص الا كان شعركم البنات ماشي متضرر داك الضرر اللي هو قوي، راه غيخرج لكم الشعر ديالكم غزال غزال غزال. بزاف تاع التعليقات اشنو درتي للشعر تاعك، اشنو درتي للشعر تاعك. البنات انتم عارفيني انني ما بقيتش كنعمل هذيك الصباغه الكيماوي، الصباغه اللي كتباع، لان كانت خرجت لي على شعري بزاف 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 بزاف، وليت كنستعمل غير الحنه. دابا كنستعمل الحنه اللي هي اللون اللي هو اسود، هي اللي كنستعمل. ما نكذبش عليكم لقيت عليها عجبتني، على بالنسبه انا وافقتني. كاين الناس بزاف اللي كيتشكوا منها كيقولك انا ما وافقتناش حرشت لينا شعرنا، بالعكس انا بالنسبه لي انا الحنه كتوافق لي الشعر ديالي ما كتحرش لي الشعر ديالي. حتى الحنه العاديه البنات اللي كنستعملوا العاديه الطبيعيه ديالنا، كاين الناس اللي كيتشكوا منها كيقولك كتحرش الشعر، انا ما كتحرش لي البنات شعري، بالعكس ملي كنستعمل الحنه الشعر تاعي سبحان الله العظيم الزغبه كتغلاض ليا، ما كتبقاش الزغبه اللي هي دغيا كتقطع، كتولي قاصحه، والزغبه كتطلق ليا ما كتبقاش. انا من نوع ديال الشعر ديالي ماشي رطب البنات، شعري انا ماشي رطب، شعري انا شويه واقف، ولكن بالوصفات الطبيعيه شويه كنساعدو انه يولي رطب واحد شويه. ما بقيتش كنستعمل البنات الصباغه نهائيا، كنستعمل غير الحنه السوداء فقط
لا غير، ولا كنستعمل الحنة الطبيعية مع بعض الأعشاب باش كتقوي لي شعري فقط لا غير. أما الصباغة نسيتها نهائيا، ما بقيتش كنستعملها. وهذه حلقة تاع اليوم، نتمنى انها تكون خفيفة وظريفة على قلوبكم، ونتمنى انكم تحملوا الفيديو على مواقع التواصل على الاهل والاحباب. جزاكم الله كل خير، وكنتظر التعليقات ديالكم بفارغ الصبر حبيبات ديالي، وفي امان الله.